حقه قدام عيني وما دواش عليه، راه شماته. هاد السكن اللي كيقول لك غنحاربوا السكن العشوائي، هذاك السكن العشوائي شكون كيديرو؟ كيديرو القيس والمقدم ومردة والعامل، كيجي عليك الارض وكيعطيك شهاده السكنه والغد كيجي يحاربك. ومني كيبني لك سكن اقتصادي كيبيعوا لك ب 40 مليون 35، عارفك ما قادش عليه، دير البنكه ومنهم فيهم، منهم فيهم، كلشي ربح عندهم هما. والمواطن المغربي يبقى ضعيف، يبقى مقهور. يونس بن الخديم شاعر، نعطيكم صوره ديال مناضي العشريني، راه دابا في هذه المحكمه شاعر كيقول الشعر بحال كاع الشعراء اللي دازوا في التاريخ واللي باقيين. كيقول كيعبر على مشاكل الشعب بالشعر. اعتقلوه ولاحوه في هذه المحكمه. اش داروا ليه التهمه؟ داروا ليه اثاره الشغب. واش كاين شي شاعر كيدير الشغب؟ لا. ورا الشغب كاين، هما اللي دايرينه، هما اللي دايرين الشغب، وموقفين هاد الناس تحت الشتا. والرؤساء اللي دايرين الشغب في ولادنا، وتتخلصوا على ظهور ولادنا، وتتخلصوا على ظهورنا. تتخلصوا على ظهورنا، وحنايا تنحترموا ذاك المقعد، لكن هما ما تيحترموش الشعب، هما تيبغيو الشعب يزيد يدخل الحبس. هما ما احترموا المقعد، ما احترموا القصر. وما عاقلينش عليهم. بوليسي يخرج يمرمد مرا، يمرمد راجل كبر قد باه، يقول لي سيرين على الحمار بوك. ولو طاغيين فهاد البلاد.